اهلا وسهلا بكم معانا دلوقتي مكنه مزر. طبعا مكنه مزر مكنه ممتازه جدا لحلق الشعر. هوريكم دلوقتي ازاي نقدر نحلق لنفسنا واحنا في البيت، يعني بدون ما تجهد نفسك، بدون ما تذهب الى الحلاق. يعني هعرفك ازاي بيتم حلاقه الراس وانت في البيت في اي وقت، في اي وقت ممكن تحلق فيه شعرك في اي وقت. هي طبعا المشكله كلها في حلق الشعر، ان طبعا يعني حلق الشعر طبعا بيكون المشكله كلها من الخلف، مشكله الجوانب ومشكله الايه ان انت تحلق ازاي من ورا. طبعا احنا عندنا هنا اهوت مكنه مزر، طبعا دي مكنه هايله جدا وممتازه جدا. من المهم جدا ان انت تشتري المكنه دي طبعا من مصدر موثوق، طبعا لازم أن تجيب المكنه الاصليه. المكنه دي طبعا ممتازه جدا في حلق الشعر، طبعا بتاجي طبعا الشفرات ديت او الامشط دهيت المشط دهوت انا اللي بشتريه، ده خارج عن طبعا عن المكنه، يعني انا اللي بشتري الايه الشفرات دهيت او الامشاط بجيبها لوحدها. طبعا انا مركم وكاتب على كل مشط، ده الكبير يعني لحلق الشعر مثلا ايه اللي هو فوق، وفي حلق الشعر اللي هو من الجوانب. كل مشط وكل ايه وكل حاجه من ديت لها اللي هو الايه لها الجزء معين عشان اقدر احلق لنفسي بسهوله. دي مثلا اعمل بها السوالف فكاتب عليهم عشان ارتاح. طبعا ديت يعني اللحيه، لو انا طبعا عايز يعني ايه ما احلقش لحيتي خالص على يعني على الزيرو، عايز احلقها كده اسيب فيها يعني ايه حاجه بسيطه جدا. طبعا ايه بقى وظيفه الزرار الاسمر اللي في الجنب دوت، طبعا ده بيدرج معايا الايه الشفره وبيخليها لي ايه ممكن انا اوطيها يعني اخليها على الزيرو وممكن اخليها تعلى. شوفوا معايا كده الزرارين دول همت اللي هم في الجنب، شوفوا كده معايا الشفره بدات ايه او الايه الموس معايا بدا يعلى، او ممكن انا ارجعه تاني اخلي الشفرتين الاثنين متساويين بحيث ان هو يحلق على الزيرو. كده الوقت الشفره طالعه على الاخر، يعني ايه الشعر مش هيحلق زيرو، فانا طبعا هرجعها تاني اهو. شوفوا كده الوقت الايه اهو، شوفوا انا رفعت كده اهوت الايه الشفره عن الشفره الثانيه، ما خلتهمش متساويين، فمعنى ذلك ان الشعر كده ايه مش هيحلق زيرو. وبعدين اتك على الزرار المقابل ليه على طول عشان الايه عشان التدرج ده يثبت معايا. اخلي بالي انني احط ايديا الاثنين مع بعض، يعني اخلي الرافع ده هوت يطلع معايا من نفس الزرار، شايفين كده الاثنين يجوا مع بعض، احط ايديا الاثنين مع بعض عشان ايه السوسته نفسها ما تبصش، السوسته ما تبصش اهو. تعالوا بقى كده نشوف زي ما احنا متابعين كده وشايفين مع بعض، بن ايه ما بنمطرش السوسته قوي عشان السوسته ما تبصش معانا مع الوقت. بتك الاول على الرافع ده وبعد كده بتك على الايه على الزرار عشان تثبت اهو، بالشكل كده ثبتت معانا كله تمام. يبقى بتك الاول على الرافع وبعد كده بتك على الزرار عشان الزرار يثبتها. تعالى كده بقى نشوف كده هي الوقت كده مرفوعه اهيت اهي زي ما احنا شايفين اهو. تعالوا بقى كده نشوف نبدا بقى نركب المشط. طبعا ده مشط كبير، يعني لو انا بقى ايه هحلق من فوق وعايز الشعر يبقى ايه هدرج الشعر، يبقى المشط الكبير ده هوت ده مثلا لو انا عايز احلق بيه من فوق ده مشط كبير. ولو انا عايز بقى كمان ازود بقى كمان يعني ايه اخلي الشعر كتير يعني كبير قوي، كمان هرفع الايه هرفع اللي هو الزرار اللي من الجنب عشان يكون على اعلى مستوى، مش هخليه واطي لا هخليه على اعلى مستوى. يبقى انا كده هجيب مشط كبير وكمان هرفع لاعلى مستوى. طبعا مكنه مزر طبعا من احسن المكنات في حلق الشعر. اي مكان تاني بقى يعني بروان، مكنه مثلا جي اف ار، مكن كلته صيني يعني، بيكون احسن في حلاقه الايه الدقن، يعني في حلاقه الذقن بيكون احسن. طبعا يعني هو بينفع طبعا لحلاقه الراس، لكن طبعا مكنه بروان طبعا ممتازه جدا. انا طبعا بحط لها طبعا الزيت من فتره لفتره تانية، الزيت ده حلو جدا عشان يلين ويبقى جميل جدا يخلي الشعر ما ينتش معاك. طبعا الزيت مهم، طبعا طبعا الزيت ده بيبقى موجود في بيجي مع المكنه، هتلاقي ازازه كده صغيره زي ما احنا شايفين كده، وبنحطها كده من الايه من كل فتره كده نقطه بسيطه جدا، ما تكترش في وضع الايه في وضع الزيت، ما تكترش حاجه بسيطه جدا بس ايه على السن بتاع المكنه. وطبعا معانا طبعا فرشه بسيطه جدا ممكن ننضف بها الايه الشعر بشكل بسيط خالص. وطبعا المكنه طبعا من مميزاتها طبعا هي ممكن تعلقها بسهوله جدا في اي مكان بشكل سلس خالص جدا اهو، ممكن نعلقها على اي مسمار ونحاول ان احنا نحافظ عليها، او ان انت ممكن تحطها في العلبه بتاعتها مفيش اي مشكله خالص. المكنه ممتازه جدا في حلق الشعر. حلق بقى انت لو انت عايز تبدا تحلق لنفسك، طبعا المشكله كلها اللي بتقابل الناس اللي هي مشكله الجوانب،
مشكلة الجوانب. المسألة بسيطة جدا، هنحلق حلقة حلوة جدا وهنخلي الشعر طبعا طويل وجميل. يعني انت طبعا لو هتحلق زيرو طبعا مسألة بسيطة خالص، والمسألة سهلة لو انت عايز تحلق زيرو خالص. انما لو انت عايز بقى الشعر يكون معاك متدرج بقى ويكون شعر جميل، من فوق طبعا هيبقى عالي ومن الجوانب طبعا هيبقى يعني نازل شوية، يبقى انت هتستخدم الأمشاط بقى، المشط اللي هو الكبير هتخليه للي فوق والمشط الصغير تخليه للجنب. ما تقلقش خالص، وحاول ان انت تكتب على كل مشط، يعني تكتب عليه عشان بعد كده لما تيجي تحلق بعد كده تكون انت ايه ظبطت نفسك. طبعا الحلاقه طبعا من ورا هو تاخد المشط بتاعي ده هو اللي انا كتبت عليه اللي هو الجوانب والخلف. وهبدا طبعا احلق كده بالشكل ده، همسك المكنه كده بالمقلوب كده وهبدا احلق كده. وممكن يعني ايه ما تقلقش انت طبعا ايه يعني طبعا مش على الزيرو، يعني انا مش مخليها على الزيرو، يعني بحيث انني محدش يدرك انني حلقت اصلا، يعني الشعر ايه يعني هقصره على طول باستمرار. يعني مثلا انا بحلق اصلا كل اسبوع يعني بالشكل ده اصلا، يعني ايه ممكن الناس اصلا ما تدركش اصلا ان انت اصلا حلقت. يعني شوف كده بقى التقصير اهوت على طول باستمرار، ببدا اجيب من ورا. ولو انا عايز اقلل عن كده ممكن اقلل عن كده، ما فيش فيه اي مشكله، بس انا يعني حابب ان انا ما اكونش يعني ايه او قاعدين بحلق لنفسي اهوت بايديا طبعا عشان ما حدش يقول ان حد هو اللي بيحلق لك. لا طبعا عادي خالص، الموضوع طبعا سهل وبسيط، ما فيش منه اي صعوبه خالص، ما فيش منه اي مثلا يعني ان انت يعني هتعمل مثلا مشكله في شعرك او حاجه، لا ما فيش اي خالص، ما فيش اي مشكله. احلق عادي خالص. طبعا اول مره طبعا هتكون خايف شويه، خايف طبعا لا تعمل يعني ايه نقره او تعمل يعني ايه مشكله في شعرك، لكن ما تخافش خالص اهو. هدام ان احنا مستخدمين نفس المشط، هنستخدم نفس المشط في الجوانب وهنستخدم نفس المشط برضك في الخلف، نحلق من ورا او بنفس المشط اللي هو بتاع الجنب هو نفس المشط بتاع الخلف. هنبدا نحلق كده اهوت مره واثنين وثلاثه لما نخلي الشعر كله متساوي مع بعضه. طبعا موضوع الحلاقه طبعا مش باين معايا، لان طبعا انا يعني ايه شعر صغير جدا، وكمان الشفره اللي انا بستخدمها او المشط اللي انا بستخدمه يعني بسيط، يعني مش عايز احلق ايه يعني مش عايز احلق خالص، يعني مش عايز اعمل يعني ايه مش عايز اخلي الجوانب تكون يعني ايه باينه قوي، مش عايز اخليها تكون، انا عايز بس وخلاص ايه يعني تقصير بسيط جدا، يعني تقصير بسيط، لان ولذلك انا مستخدم مشط بسيط جدا. انما طبعا لو انا عايز اخلي يعني الموضوع يعني ايه يعني هقصر بشكل جامد، ممكن بقى ان انا ايه استخدم مشط ايه مشط بسيط خالص. تمام. بالنسبه بقى لفوق انا ممكن يعني اضم كده صوابع الاثنين وابدا ايه اخد الحاجات الزايده بشكل بسيط خالص، زي ما انت شايف كده. طبعا شعري طبعا صغير، بس انا يعني بس بوريكم بس فقط. بضم صوابع الاثنين زي المقص بالظبط كده، وبخلي المكنه عامله زي، هضم صوابعي وطبعا يعني بدل ما هاخد بالمقص بقى هاخد بالايه بالمكنه، هضم صوابعي كده واشوف احدد بالظبط النقطه اللي انا عايز اوصل لها. طبعا انا ما بحبش الشعر يكون طويل، يعني انت بقى وراحتك، انا بالنسبه لي يعني ايه الوضع ده يكون كويس. فانا باجي مثلا ايه من فوق بقى، عايز تقصره قصره، مش عايز تقصره انت حر تبع ما تحب يعني. لكن طبعا الشعر طبعا مش طويل خالص، فبس انا بوريكم بس اهو، وبضمه بصوابعي وباخد اللي هي الزيادات اهو كده. ما تقلقش، ما فيش اي طبعا يعني خطوره خالص مطلقا، بتحلق لنفسك بكل احترافيه. لو انت عايز تجيب المشط الكبير وتشتغل بيه وتحلق بيه عادي، يبقى معانا مشط صغير او مشط درجه صغيره للجوانب او للخلف، ومعانا طبعا مشط طبعا ايه درجه كبيره او شفره كبيره للايه لفوق لو انت عايز تدرج شعرك. وبكل سهوله طبعا طبعا الحلاقه طبعا في المنزل بتبقى كويسه جدا، لان انت يعني بترتاح نفسيا، بتحلق زي ما انت عايز في اي وقت انت عايزه، يعني بالوضع اللي انت عايزه. في ناس طبعا ممكن تحط مثلا مرايه من ورا ومرايه من قدام عشان تشوف طبعا وتحدد ازاي تحلق من الخلف بس كده.